السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت أوفيس إكسل. في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نعمل واجهة للبرنامج بتاعك بشكل احترافي. يعني ايه الكلام دوت؟ انا عندي هنا واجهة البرنامج زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. الواجهة زي ما انتوا شايفين واخدة لون معين، انا ممكن اغير اللون دوت من خلال الالوان اللي فوق ديت. لو اخترت اللون ده اليوزر فورم بتاعي بيتغير طبقا للون اللي انا بختاره زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. يبقى اليوزر فورم بتاعنا او الواجهة الرئيسية بتاعتنا بتتغير طبقا للون اللي انا بختاره من الالوان اللي فوق ديت زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طيب عندي هنا برضو الأزرار بتاعة البرنامج، مجرد ان انا احط مؤشر الماوس عليه بياخد لون وبيتحرك جهة اليمين زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. مجرد بس ان انا امشي الماوس كده على اي زرار، الزرار بياخد لون وبيتجه ناحية اليمين، بيعمل ازاحة ناحية اليمين كده زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. وعندنا برضو هنا open file وclose file، لو انا حبيت افتح ملف الاكسل اللي بندوس هنا بيفتح الملف، ولو دوست هنا بيقفل الملف. طيب عملنا الواجهة دي ازاي؟ هو ده هيبقى موضوع حلقتنا النهاردة. بس في البداية ياريت ما تبخلش علينا بلايك للفيديو. اللايك بتاعك ده بيساعد ان الفيديوهات تتشاف على اليوتيوب، لان المشاهدات بقت قليلة اليومين دول. فياريت ما تبخلش علينا بلايك للفيديو، وزكاة العلم نشره. وياريت برضو تنشر الفيديو دوت عشان غيرك يستفاد منه، وتبقى انت سبب في ان شخص تاني عرف معلومة عن طريقك. تعالوا بقى نشوف عملنا الكلام ده ازاي. اهلا بكم مرة تانية. احنا دلوقتي هنتعلم مع بعض ازاي نعمل واجهة احترافية بشكل متقدم. طيب اول حاجة نعملها هنفتح طبعا ملف اكسل جديد وهنحفظه بصيغة الماكرو. هنحفظه بصيغة الماكرو ازاي؟ بنيجي هنا من فايل وندوس سيف از، ونختار براوز، ونشوف انت هتشيل الملف فين. وبعد ما تشيل الملف هتسمي الملف طبعا، وتيجي هنا من سيف اس تايب تختار تاني اختيار اكسل ماكرو انيبل ورك بوك، وبعد كده بتدوس سيف، فالملف كده بيتحفظ معاك بصيغة الماكرو. دي اول خطوة لازم تعملها في الملف. طيب تاني حاجة هنبتدي نخش على قائمة ديفلوبر، ونخش على الفيجوال بيزيك. والقائمة دي لو مش موجودة عندك بتيجي على أي مكان كده في التبات ديت، بتدوس عليها كليك المين وتختار كاستومايز ذا ريبون. هتفتح معاك الشاشة ديت، هتلاقي كلمة ديفلوبر هنا مش متعلم عليها صح. كل اللي هتعمله هتعلم عليها صح وهتدوس أوكي، هتظهر معاك بالشكل دوت. طيب هنخش على قائمة ديفلوبر وهنخش على الفيجوال بيزيك، هتظهر معاك شاشة محرر الأكواد بالشكل دوت. طيب هنعمل إيه في الشاشة ديت؟ هنيجي هنا نختار insert وهنعمل user form. هنا خد اسم تلقائي عندي user form 2، عشان انا كنت عامل اليوزر فورم الاولاني اللي احنا استعرضناه مع بعض في بداية الحلقة. طيب ده اليوزر فورم بتاعي. هنبتدي نحدد حجم اليوزر فورم، بنمسكه كده ونصغر او نكبر ونشوف الحجم اللي احنا محتاجينه. انا مثلا محتاج الحجم ده كده بالشكل دوت. طيب انا عايز اعمل ايه بعد كده؟ عايز اليوزر فورم دوت اديله لون معين او اكتر من لون. طب هنديله الالوان ازاي؟ طبعا الطريقة التقليدية اللي احنا عارفينها، بنيجي هنا على باك كولر ونبتدي نختار لون من الالوان ديت. لا بس احنا هنعمل دلوقتي، انا عايز اديله اكتر من لون، مش لون واحد، بحيث ان انا لما اختار اللون دوت يتفاعل معايا في الشاشة كلها. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنيجي كده نخش على شيت الاكسل نفسه، الشيت دوت، وهنيجي هنا من قائمة insert، وهنيجي هنا على الشيبس ونختار كده الشكل ده مثلا، ونحدده هنا زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. طيب بعد كده هعمل ايه؟ انا عايز اشيل الخطوط اللي على الحدود بتاعة الشكل دوت. هنشيلها ازاي؟ من شيب فورمات هنا هنيجي هنا على شيب اوتلاين، هنختار هنا نو اوتلاين. يبقى احنا كده انا ما عملتش حدود للشكل بتاعي اللي احنا عملناه دوت.
طيب بعد كده هعمل ايه؟ هندوس عليه كليك اليمين. طبعا انت ممكن تختار اي لون من الالوان ديت، وممكن برضو من قائمة هوم كده تختار لون من الالوان دي بالشكل ده كده. طب بس احنا عايزين نعمل حاجة احترافية، هنعملها ازاي؟ هنيجي على الشكل دوت وندوس عليه كليك اليمين ونختار اخر اختيار فورمات شيب، هتفتح معانا الجزئية ديت. هنيجي هنا نختار اول اختيار هنا اللي هو الفيل، ولو بصيتوا هنا هتلاقي اول حاجة هنا نو فيل، لو ضغطت عليها هيخلي الشكل بتاعي شفاف زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طب تاني اختيار هيرجعه للوضع الطبيعي بتاعه. طب تالت اختيار الجريدنت فايل هيظهر معايا الشكل ايه، واخد زي اللونين كده، هو ده الشكل اللي انا عايزه، بس عايزين نغير بقى اللون بتاعه. هنغيره ازاي؟ هنيجي على المربع دوت، اول مربع عندنا هنفتح السهم هنلاقي فيه الوان، ممكن تختار بقى اللون اللي انت عايزه. انا هختار مثلا اللون الاصفر دوت بالشكل ده، هيظهر معايا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طيب انا كده جهزت اول لون معايا، ازاي هدخله في اليوزر فورم بتاعي؟ هنا انا هاجي من صندوق الادوات التول بوكس دوت، هنختار حاجة اسمها ايميج وهبتدي احدده. هنا نعمل كده صورة صغيرة بالشكل دوت، يبقى ده الايميج بتاعي وهتلاقي اسمه ايه، ايميج 1. طيب انا عايز اعمل اكتر من صورة، طب هناخدها كده ونسحبها، نقف عليها كده ونسحبها، يبقى احنا كده عملنا صورة تانية، وهناخدها مرة تانية كده نسحبها. انا هعمل مثلا اربع الوان بالشكل ده، يبقى انا عملت كده ايه، اربع ايميج، ايميج 1 وايميج 2 وايميج 3 وايميج 4. طيب نيجي بقى على اللون بتاعنا اللي احنا عملناه، هاجي كده على الشكل دوت هندوس عليه كليك اليمين ونعمل كوبي، هناخد منه كوبي، وهاجي هنا على اليوزر فورم بتاعي هقف على اول صورة نحددها كده عشان الخصائص بتاعتها تظهر. طب الخصائص دي لو مش ظاهرة مخفية كده بالنسبة لك، هتيجي تدوس كليك اليمين ونختار بروبرتيز، هتلاقيها ظهرت معاك. طيب زي ما انا محدد كده على الايميج 1 عشان الخصائص بتاعته تظهر، هاجي من الخصائص دي هندور على البيكتشر هنلاقيها هنا، هنقف كده ونعمل بيست للصورة اللي احنا كنا واخدينها كوبي، هندوس من الكيبورد على كنترول في، هتظهر معانا اللون بالشكل دوت. طب يبقى احنا كده عملنا اول لون. طب عايزين نختار برضو تلات الوان تانيين يبقوا مختلفين عن اللون دوت، هاجي برضو هنا على المربع ده كده واختار لون تاني، اختار مثلا اللون الاخضر ده، ونيجي ناخده كوبي ونروح نحطه في الايميج التانية بتاعتنا، هنقف عليها نحددها عشان الخصائص بتاعتها تظهر، وهاجي هنا على البيكتشر ونعمل بيست، هتظهر معانا بالشكل ده. نفس الطريقة هاجي كده نختار لون تاني، نختار مثلا اللون ده ونعمل كده كوبي، وهاجي بعد كده على اليوزر فورم اقف على الايميج 3، واجي على البيكتشر ونعمل بيست بالشكل دوت. طيب فاضل معانا واحدة، هنيجي برضو كده نختار لون تاني، نختار مثلا اللون الجري دوت وناخده كده كوبي، وهاجي هنا نقف على الايميج 4 ديت ونخش على البيكتشر ونعمل بيست، يبقى هتظهر معانا بالشكل دوت. طيب يبقى احنا كده عملنا اربع الوان. طيب انا دلوقتي عايز يبقى في لون رئيسي للشاشة بتاعتي، هنيجي هنا نختار بقى، هنقف على اليوزر فورم نفسه نحدده، ونيجي هنا من الباك كولر نختار بقى اي لون تاني احنا محتاجينه. اختار مثلا لو اخترت اللون ده كده هتظهر معايا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. طيب انا دلوقتي عايز لما اجي اشغل الفورم بتاعي واجي اقف كده على اللون دوت، اليوزر فورم يتلون باللون اللي انا هحدده من الالوان اللي فوق ديت. طيب هنعمل الحركة دي ازاي؟ اجي هنا على اول ايميج معايا هندوس عليها دبل كليك، هتدخلني على شاشة محرر الاكواد في الحدث بيفور دراج اوفر،
لا انا مش عايز الحدث دوت، هنغير الحدث ده من هنا، هنفتح السهم وهنختار ماوس داون بالشكل ده ونمسح الحدث اللي فوق ده مش محتاجين. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنكتب كود سهل جدا وبسيط هو اللي هيلون لنا الشاشة بتاعتنا. طب الكود ده عبارة عن ايه؟ انا هنا في يوزر فورم ايه؟ يوزر فورم 2. طب يبقى هكتب هنا يوزر فورم 2 دوت بيكتشر هيساوي ايه؟ هنقول هنا يوزر فورم 2 دوت ايميج 1 الصورة اللي انا كنت واقف عليها ايميج 1، هنقول دوت بيكتشر وادوس انتر. طيب لو رحت جربت كده اول لون معانا، انا اليوزر فورم بتاعه لو جيت وحددت اللون ده كده ظهر معايا بالشكل دوت. طب لا انا عايزه يظهر معايا بكامل الشاشه، ما يبقاش واخد جزء صغير منه في النص زي ما انتم شايفين كده. طب هنعملها ازاي؟ هاجي اقف على اليوزر فورم نفسه وهاجي على الخصائص بتاعته من البيكتشر سايز مود، هنفتح السهم دوت وهنختار ستريتش اللي هو رقم واحد هنا بالشكل دوت. يبقى انا دلوقتي لو جيت فتحت اليوزر فورم بتاعي وجيت حددت اول لون هيلون لي اليوزر فورم كله زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. طيب بنفس الطريقه هنعمل الالوان التانيه ديت، انا عندي هنا ايميج 2 وايميج 3 وايميج 4. طيب هنخش كده على ايميج 1 وهناخد الكود ده كله كوبي كده، هناخده كوبي ونكرره مره تانيه على قد الايميجات اللي معانا في اليوزر فورم، هنقول هنا ايميج 2 ايميج 3 وايميج 4 وهبتدي اغير في اسماء الصور بتاعتي. احنا هنا ايميج 1 ديت هتبقى ايميج ايه؟ ايميج 2، وهنا ايميج 1 هتبقى ايميج 2، وهنا دي هتبقى 3، وهنا دي هتبقى 3، وديت هتبقى 4، ودي ايميج 4. طيب لو رحنا جربنا بقى كده شغلنا الفورم بتاعنا، دي الواجهة الرئيسية بتاعتنا، لو اخترت اللون ده كده اتغير معايا، ولو اخترت اللون ده يبقى أي لون أنا بختاره يبقى اليوزر فورم بتاعي بيتغير طبقا للون اللي أنا بختاره من المربعات اللي فوق اللي انتوا شايفينها بالشكل دوت. دي كده أول خطوة معانا لتغيير الألوان في اليوزر فورم. طيب بعد كده بعمل ايه؟ هنبتدي نعمل الأزرار بتاعتنا. طيب هنعمل الأزرار ازاي؟ هنيجي هنا من الليبل وابتدي احدد مثلا حجم الزر بالشكل دوت، هو هنا الارتفاع بتاعه 36، انا اخليه مثلا 30 عشان يبقى ظاهر معايا بالشكل دوت، وابتدي اسمي اول زرار معانا او اعمل له حدود مثلا. الاول هعمل له حدود منين؟ بالبوردر كولر، هنخلي اللون بتاعه يبقى اسود ونخلي الستايل بتاعه واحد عشان يبقى ظاهر معايا بالشكل دوت. طب الكتابة زي ما انتم شايفين كده مش واضحة، عايزين نكبر الفونت شوية ونخليه في النص، هنقف على الليبل دوت وهاجي هنا من الفونت نبتدي نختار نوع الخط اللي احنا عايزينه وحجم الخط. طبعا النوع والحجم دوت طبعا كل واحد بيختار حسب الخطوط ونوع الخطوط اللي هو بيرتاح ليه. طب انا اخليه مثلا الفونت بتاعه يبقى 18 وبولد وهندوس هنا اوكي، هيظهر معايا بالشكل دوت. لو حسيت ان هو مثلا كبير شوية ممكن نخليه بالشكل ده. طب انا عايز اخلي الكتابة دي تبقى في النص، يبقى هاجي برضو زي ما انا واقف عليها كده، هاجي من الخصائص بتاعته هنزل تحت خالص عند التكست اللاين، هي ليفت هنخليها سنتر بالشكل دوت. طيب احنا كده عملنا اول زرار، هناخده كده كوبي ونكرره كذا مرة على قد البيانات اللي احنا محتاجينها. انا محتاج مثلا ايه؟ 10 ازرار، يبقى هنعمل كده 10 ليبل. اهم حاجة بس تبقى ايه؟ بالترتيب، يبقى الليبولات عندي مترتبة. يعني ايه؟ هتبص هتلاقي هنا ليبل واحد، دي تبقى ليبل اتنين، ودي تلاتة، ودي اربعة، ودي خمسة. لو خدنا دول كده كلهم كوبي وعملنا كده بيست
ونزلت تحتيهم كده، اتاكد برضو من الترتيب ديت، المفروض تبقى 7 8 9 10 ودي 6، لا يبقى اجيب الستة ديت. وانزلها بقى احطها في ترتيبها هنا عشان لما نيجي نكتب الاكواد تبقى الموضوع سهل معانا والاكواد تتكتب بكل سهولة. هنا اهي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، احنا عملنا كده ايه 10 ليبل بالشكل دوت. طيب دلوقتي انا لو جيت شغلت الفورم بتاعي، ادي الليبولات موجودة معايا هنا اهو، لو جيت اخترت اي لون لو لاحظتوا معانا ان الليبل هنا ما بيتغيرش، واخد اللون الرئيسي بتاع اليوزر فورم. طيب لا، انا عايزه يتغير برضو اللون بتاعه او الخلفية بتاعته تتغير طبقا للون اللي انا بختاره. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنيجي كده اعلم عليهم كلهم او احددهم كلهم بالشكل دوت، وهاجي هنا من الباك ستايل، هنفتح السهم دوت ونختار اول اختيار بالشكل ده. يبقى انا دلوقتي لو جيت فتحت الفورم بتاعي وجيت اخترت لون، هنلاقي الليبل بيتغير، لونه بيتغير طبقا للون اليوزر فورم او طبقا للشاشة الرئيسية اللي انا بختارها زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. طيب عايز اعمل لها زي فريم كده تتحط كده جواها، هنعملها ازاي؟ برضو هاجي هنا اختار ليبل تاني وبعد كده ابتدي احددها هنا، اختار مثلا كده الحجم ده بالشكل ده كده. هو هنا عندي ايه ليبل 11، هنمسح كلمة ليبل 11 ديت وندوس انتر ونيجي نحطها هنا كده. طب عايز اعمل لها حدود عشان تبقى ظاهرة، يبقى هاجي هنا من البوردر كلر نختار مثلا اللون الاسود، وهنا البوردر ستايل نخليها 1 عشان تبقى ظاهرة معانا بالشكل دوت. طيب انا دلوقتي عايز اخلي الليبولات ديت تخش جوه الليبل 11 دوت، لو انا جيت خدتهم كده وحطيتهم في النص كده مش هيظهروا معانا، ازاي بقى اخليهم يبقوا ظاهرين جوه الليبل دوت؟ هاجي على الليبل 11 دوت، هندوس عليه كليك يمين وهنختار اخر اختيار سند باك وورد بالشكل دوت، وفي نفس الوقت هاجي اعلم او احدد الليبولات دي كلها كده وهدوس عليها برضو كليك يمين ونختار برينج فورورد بالشكل دوت. دلوقتي انا لو جيت حطيتهم بقى، تعالى نحط الليبل ده كده على جنب بالشكل دوت، لو جيت خدت دول بقى كده وسحبتهم على جوه الليبل ده هيبقوا ظاهرين معانا بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. لو جينا شغلنا كده الفورم بتاعنا هيبقوا ظاهرين كده، بس الليبل دوت احنا ما عملناش ليه الخلفية بتاعته، برضو هحددها كده وهاجي هنا على الباك ستايل، هنختار اول اختيار عشان يبقى كله واخد نفس اللون اللي انا بختاره من فوق بالشكل دوت. طيب بعد كده هعمل ايه؟ عايز اعمل هنا زر لإغلاق الملف وفتح الملف، برضو هنعمل 2 ليبل، ممكن نيجي ناخد واحد من ده كده كوبي أو نعمل هنا كده بيست بالشكل دوت، ونعمل واحد تاني ونيجي هنا مثلا هنقول هنا كلوز فايل، وهنقول هنا مثلا open file. طيب انا ممكن ادي صور للازرار اللي موجوده معانا ديت، نديها زي ايقونه كده جنب المسمى بتاعها. طب هنعملها ازاي؟ ممكن نيجي هنا من الشيت الاكسل بتاعنا، نيجي على insert وهنلاقي في حاجه اسمها icons، ولو الايقونه دي مش موجوده عندك في النسخه بتاعتك ممكن تنزلها من على جوجل عادي،
هتلاقي هنا في اشكال كتيره. طبعا انت بتشوف الشكل اللي انت عايزه. طب انت لو بتدور على شكله ومش لاقيه، مش عارف مكانه فين، ممكن تكتبه هنا. يعني هاجي اكتب مثلا هنا كلوز، هنلاقي الاشكال الخاصه بالكلوز. ممكن نختار القفل دوت او علامه الكروس ديت زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. طب ممكن نختار دي كده مثلا ونعمل انسيرت، هتظهر معانا بالشكل ده. طيب انا ممكن اديها لون برضو من هنا، نيجي هنا كده اديها مثلا اللون الاحمر دوت، هتبقى ظاهره معايا بالشكل دوت. طب هاجي اخدها كوبي واجي هنا كده على اليوزر فورم بتاعي، احدد الزرار بتاع الكلوز دوت، وهاجي على الخصائص بتاعته في الايمج او البيكتشر ونعمل بيست، هتظهر معانا بالشكل ده. بس الكلمه كده اختفت، هي الكلمه راحت فين؟ لو وسعنا كده الليبل ده هنلاقي الكلوز فايل نزلت تحت الصوره بتاعتنا. طب انا لو عايزها على شمال الصوره او على المنها او فوقها اعملها ازاي؟ بنيجي هنا برضو من الخصائص زي ما احنا محددين كده، بنيجي هنا على البيكتشر بوزيشن، بنفتح السهم دوت بنلاقي فيه 7 اختيارات. طبعا لو اخترنا اي اختيار منهم، اخترت مثلا دي كده هنلاقيها جت على المنهاية. لو اخترت كده رقم 2 بقت ايه على اليمين بس تحت شوية، لو اخترت 3 بقت ايه على الشمال فوق، طب لو اخترت 4 بقت على الشمال في النص. طب احنا هنختار مثلا الوضع دوت، نيجي نصغر كده الصورة شوية، يبقى هتظهر معانا زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. طيب بس في نفس الوقت برضو اتأكد ان ديت هتاخد نفس اللون بتاع اليوزر فورم، هي ايه متحددة هيت في الباك ستايل زيرو لان احنا كنا واخدينها من هنا كوبي. طيب هاجي برضو هنا على الاوبن فايل بنفس الطريقة، نيجي نخش نشوف لها صورة برضو، هنيجي هنا على انسيرت وايكونز. ممكن بقى نشوف برضو اي شكل من الاشكال، ممكن اكتب مثلا هنا هوم ونختار مثلا الشكل دوت وندوس انسيرت، هتظهر معانا زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. ممكن اديها لون مختلف، اديها مثلا اللون ده، وبعد كده اخدها كوبي واجي على اليوزر فورم بتاعي، هنحدد الليبل دوت واجي على الخصائص بتاعته من البيكتشر ونعمل بيست، هتظهر معانا بالشكل دوت. زي ما اتعلمنا البيكتشر بوزيشن هنختار مثلا رقم 4، هتظهر معانا زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. طيب ممكن ناخد بقى الزرارين دول كده ونحطهم كده فوق بالشكل دوت، وعايز اشيل الحدود منها هنعلم عليهم كده، وهاجي هنا على البوردر ستايل، هي 1 هنخليها 0 عشان تظهر معانا بالشكل ده. لو انا فتحت كده هتبقى ظاهره معانا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طيب دلوقتي انا عايز لما اجي بالماوس كده اختار اي زرار من دول، الزرار ده ياخد لون مختلف عن الخلفيه اللي موجوده، وفي نفس الوقت يتحرك جهه اليمين شويه. طيب نعمل الحركه دي ازاي؟ هنيجي هنا كده الاول هعلم على الليبولات اللي موجوده معايا كلها بالشكل دوت، وهاجي هنا من الخصائص من الباك كولر، هنفتح كده نختار من السيستم، هنختار الهايت لاين، الهايت لايت تكست، هنختار هايت لايت تكست بالشكل دوت. تمام دي كده اول خطوه. طيب تاني خطوه معانا، انا عايز دلوقتي اقف على اول ليبل معانا وهندوس عليه دبل كليك بالشكل دوت، هو دلوقتي دخلني على الحدث كليك. لا انا هغير الحدث كليك دوت، هنخليه ماوس موف بالشكل دوت، وهنمسح الكليك مش محتاجينه. طيب وهاجي هنا بقى في الماوس موف دوت هنعمل ايه؟ هقول له هنا مي الليبل اللي احنا دخلنا عليه كان اسمه ليبل ايه؟ ليبل 1. طب هنقول هنا مي دوت ليبل 1 دوت باك ستايل
هيساوي، هيطلع معانا اختيارين، هنختار الاختيار الاولاني بالشكل دوت وندوس انتر. طيب احنا كده اخترنا اللون بتاعه اللي احنا كنا محددينه في البداية اللي هو الهايت لايت تكست. طيب عايزين بقى نعمل له ازاحة جهة اليمين شوية. طب هنعملها ازاي؟ الاول قبل ما نعمل الازاحة ديت، انا عايز اعرف، انا لو وقفت هنا على الليبل دوت عايز اشوف الليفت بتاعه رقمه كام. يعني بص هنا هنلاقي الليفت هنا كام، 24. طيب هنيجي بقى هنا هنقول مي دوت ليبل 1 دوت ليفت، هغير بقى الليفت بتاعه، هو هناك كان 24، لا انا هخليه مثلا هنا 30 بالشكل دوت. تمام. طب لو انا جيت بقى شغلت الفورم بتاعي وجيت مثلا اخترت لون كده، لو جيت وقفت على اول ليبل عمل ايه؟ الهايت لايت تكست اهوت خد لون مختلف، وفي نفس الوقت اتحرك جهه اليمين زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. طيب هنعمل الخطوه ديت في بقيه الليبلات دي كلها. طيب احنا دلوقتي الليبلات دي كلها احنا كنا مرقمينها من اول ليبل 1 لحد ليبل ايه 10 بالترتيب. طيب هنيجي هنا على الكود اللي احنا كتبناه دوت، هناخده كله كوبي بالشكل دوت وهنحدد كده، وابتدي اغير بس في اسم الليبل ده، هيبقى ليبل 2 وده 2 وده 2، وبعد كده هنعمل بيست، ده هيبقى ليبل 3 وده 3 وده 3، وبعد كده ده هيبقى 4 4 4، بعد كده ده هيبقى 5 5 5، بعد كده ده 6، ونغير دي 6 6، بعد كده عندنا ليبل 7 7 7، بعد كده 8 8 8، بعد كده 9 9 9، اخر واحدة معانا اللي هي هتبقى ليبل 10 10 10. طيب لو رحت جربت بقى كده، عندي هي الواجهة الرئيسية، لو اخترت اي لون زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت، لو جيت ابتديت احرك الماوس، مجرد ان انا احرك الماوس الليبل خد لون وعمل ازاحة جهة اليمين شوية. ادي الازرار كلها زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. طيب دلوقتي انا لما وقفت على الزرار بالماوس خد لون وطلع جهة اليمين شوية، عايز لما اخرج بقى بره الزرار يرجع لوضعه الطبيعي مرة تانية. طيب هنعمل الحركة دي ازاي؟ هاجي هنا على الليبل بقى 11، الليبل الاساسي بتاعنا دوت، هندوس عليه دبل كليك وهغير الحدث بتاعه، هنخليه ماوس موف ونمسح الكليك دوت، وهاجي هنا على الكود اللي احنا كنا كاتبينه جوه ليبل من الليبلات ديت، هناخد اي واحد منهم مثلا كده كوبي بالشكل دوت. تمام. وهاجي هنا على الليبل بتاعنا دوت، هنعمل بيست بالشكل ده، وهنغير بس في حاجات بسيطة. هنغير ايه؟ هنيجي نمسح دي كده وهنقول بيساوي، المرة دي هنختار تاني اختيار بالشكل دوت. طيب والرقم 30 دوت هنرجعه للوضع الطبيعي اللي هو كان كام؟ كان 24. تمام كده. طب هناخدها بقى كده كوبي وهنكررها على قد الليبلات اللي موجودة معانا بالشكل دوت. هنغير بقى، هنخلي دي هتبقى ليبل 2 2 3 3 4 4، ودي هتبقى 5، ودي هتبقى 6 7 8 فاضل معانا 2 كمان، دي هتبقى 9، ودي هتبقى 10. طيب تعالوا نروح نجرب بقى كده ونشوف، ادي الفورم بتاعي وادي الالوان بتاعتي، لو جيت حركت الماوس كده بصوا اهي الماوس بيجي على الزر بياخد لون ويتحرك جهة اليمين،
خرج من الزر بيرجع لوضعه الطبيعي بتاعه زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. طبعا تقدر تسمي الازرار ديت طبقا للبرنامج اللي انت شغال عليه. وادي الالوان بتاعتنا بتتغير طبقا للون، وادي الازرار، عملنا كده واجهة بشكل احترافي. فاضل معانا حاجة دلوقتي، الحركة اللي احنا عملناها هنا ديت عايز برضو اعملها هنا في الكلوز والفايل ديت. طيب هعلم عليهم هما الاتنين بالشكل دوت، واجي هنا على الباك كولر، هنختار هنا من السيستم نخليه هايلايت تكست بالشكل ده. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هاجي اخش على اول زر معانا كده، هندوس عليه دبل كليك، وبرضو هنختار الحدث ماوس موف، وهنا هنقول هنختار كده ناخد الكود ده الاولاني بس، هناخد الاولاني بس كده كوبي وهنحطه هنا. وهنا ده ليبل ايه؟ اسمه ليبل 12. يبقى هنغير دي هنخليها ليبل 12، وطبعا نبقى متأكدين ان احنا مختارين الاختيار الاولاني بالشكل دوت. طيب هاخد الكود ده كده كوبي واروح كده على الزرار التاني دوت، هندوس عليه دبل كليك، وبرضو هختار الحدث ماوس موف، وهنعمل بيست للكود، وهغير رقم الليبل، هو هنا 13 هنخلي دي 13، ونيجي نمسح الكليك ديت مش محتاجينها. طيب لو جربت بقى كده، لو جيت وقفت هنا بالماوس، مجرد ان انا احرك كده خدت لون زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. طب انا دلوقتي عايز لما اشيل الماوس من الزر يرجع لوضعه الطبيعي مره تانيه زي ما عملنا في الازرار ديت. طيب هنعملها ازاي؟ هاجي كده على اليوزر فورم نفسه، هندوس عليه دبل كليك، دخلني برضو على الحدث كليك، هنغيرها للماوس موف بالشكل دوت، وهنيجي نعمل كده بيست للكود اللي احنا كنا واخدينه كوبي 12 و13، هنخلي دي 12 و13 ماشي، وهنغير بس ايه الاختيار الاولاني ده، هنختار الاختيار التاني بالشكل ده. طيب لو جيت بقى جربت كده مرة تانية، مجرد ان انا احدد بس كده بيظهر، احرك الماوس بيختفي بيرجع لوضعه الطبيعي زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. طيب فاضل بس معانا ان انا ايه عايز لما اجي ادوس هنا على كلوز فايل او اوبن فايل يقفل لي ملف الاكسل او يفتحه. طب هنعملها ازاي؟ هاجي هنا على كلوز فايل، هندوس عليه دبل كليك، وهنختار الحدث كليك، وهنكتب الكود ده، هنقول ايه؟ هنقول ابلكيشن، احنا عايزين نقفل ملف الاكسل، يبقى application dot visible equal false. طيب لو عايزين نفتح ملف الاكسل هنقف هنا بقى كده وندوس عليه دبل كليك، وبرضو هنختار الحدث كليك، وهنقول هنا application dot visible equal true. عايزين برضو ايه اليوزر فورم بتاعنا دوت نربطه بزرار في الشيت بتاعنا هنا، هنعملها ازاي؟ هنيجي هنا نقول insert ونختار اي شكل من الاشكال دي، اخترت مثلا الشكل ده كده، اديته اي لون تاني مختلف، وكتبت هنا مثلا ايه الشاشة الرئيسية ونسقتها شوية، خليت الكتابة بتاعتها بولد وسطنتها كده وكبرت الفونت شوية. طيب هاجي هنا بقى هنروح نكتب كود عشان يظهر لنا اليوزر فورم من خلال الزر دوت، هنيجي هنا نعمل insert مديول، وهنقول هنا sub، هنكتب كود دلوقتي عشان يظهر لنا، هنقول مثلا show to، انا عايز اظهر يوزر فورم 2، يبقى هنقول هنا يوزر فورم 2 دوت شو،
وهاجي هنا اربط الكود ده بالزر دوت كليك المين، وهنختار الساين ماكرو وهنقول شو تو اهيت، وبعد كده هدوس اوكي. طيب هاجي هنا دلوقتي اقفل الشاشة بتاعت محرر الاكواد من كلوز فوق كده خالص. لو حبيت بقى افتح ملف الاكسل بتاعي او الشاشة الرئيسية هتظهر معايا بالشكل دوت، اقدر اغير الالوان زي ما انا عايز. لو دوست هنا كلوز فايل الملف الاكسل نفسه اتقفل زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. طيب عايز افتح ملف الاكسل هندوس هنا اوبن فايل، فتح لي ملف الاكسل زي ما انتم شايفين هنا. يبقى هنا بنقفل ملف الاكسل وهنا بنفتح ملف الاكسل. هو ده كان موضوع حلقتنا النهارده، عرفنا مع بعض ازاي نعمل واجهه احترافيه بشكل متقدم. يا ريت بقى زي ما انا بتعب عشان اديكم المعلومه، يا ريت انتوا كمان ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو وتعمل شير عشان غيرك يستفاد من المعلومات اللي احنا بنقدمها ديت. وبكده تكون موضوع حلقتنا النهارده خلص، وانتظروني في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.